احمد فوت المنسق الوطني التكتل جمعيه التماسك الاجتماعي. اليوم كنتواجدوا في هذه الندوه الصحفيه لتسليط الضوء على مجموعه ديال القضايا الخاصه بالاعاقه. اولا النقطه الاولى هو صندوق التماسك الاجتماعي، وطالبنا هذه منذ سنتين ونصف بتعديل دفتر التحملات، ولكن مع الاسف التعديلات اللي جات ما كترقاش للطموحات ديال الجمعيات وديال الاطر العامله بالمراكز وقاعات الموارد. اليوم كنطلبوا على ان هذا دفتر التحملات يتم تعديله عاجلا لخدمه قضايا ديال الاعاقه، وخاصه ان هناك مجموعه ديال المجالات اللي كانت ناقصه، وهو ان الجمعيه تطالب بميزانيه ديال التسيير، تطالب بميزانيه خاصه بالنظافه، ميزانيه خاصه بالحراسه، ميزانيه خاصه بالتسيير اليومي، وايضا اضافه مجموعه ديال المهن للسله ديال الخدمات كالمرشده الاجتماعيه، كالسائق، كالحراسه وكالنظافه. ايضا عندنا النقطه الثانيه اللي هي تفاجئنا بها في هذه الايام هذه، وهو اخراج مشروع مرسوم للعاملات والعاملين الاجتماعيين. وهذا المرسوم هذا جاء في اطار عدم مقاربه تشاركيه ديمقراطيه، وهذا يتنافى مع السياسه المولويه اللي كتعطي المجتمع المدني واحد المكانه مهمه. اليوم هذا المرسوم هذا اللي جات فيه مجموعه ديال النواقص اللي غادي نوضحوها الراي العام، على اساس اننا كنطلبوا السحب ديالو واعاده النقاش ديالو كيف ما جرى. كنعرفوا التعليم كان نظام اساسي وتم سحبه وتم التوافق عليه من بعد في اطار ما الفرقاء الاجتماعيين وايضا جمعيه الاباء وايضا الاساتذه. الان نطالب ايضا بسحب هذا المرسوم هذا وفتح نقاش حقيقي مع العاملين والعاملات الاجتماعيين وايضا مع الجمعيات لاخراج مرسوم يرقى الى طموحات الكل. ايضا هناك نقطه اساسيه سوف نشير اليها، وهو انه نحن مقبلين على احصاء عام السكان والسكنة، ولكن تم تغييب لونكيت ناسيونال اللي هي كانت شيء ضروري واللي دارت في 2014. الآن تم تغييبها، نتساءل لماذا تم حذف هاد لونكيت هذه اللي هي كتعطينا مجموعة ديال الأرقام اللي على ضوء يمكن للدولة أنها تنظم ودير واحد سياسات عمومية دامجة للأشخاص بالإعاقة. كنتمنى أن هاد النقطة دي اللي غنضرجوا اليوم توصل للرأي العام، توصل للحكومة، وتوصل أيضا للوزارة، ونحن على استعداد لفتح نقاش وطني مع جميع القطاعات الحكومية في هذا المجال هذا. وكنشكر المنابر الصحفية اللي حضرت معنا اليوم. أمل دبي رئيسة الجامعة، رئيسة الجمعية المهنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بجهة رباط سلا القنيطرة. دونك اليوم حنا كنحضروا لهذا اللقاء من أجل التشاور والتدارس حول يعني المشاكل التي يعرفها القطاع، خصوصا المربيات المتخصصات ومرافقات الحياة المدرسية اللي كيعرفوا مجموعة كبيرة من المشاكل اللي كنقدروا نلخصوها في انعدام التغطية الصحية، انعدام التأمين، العلاقة اللي كتكون ما بين المربية أو المرافقة والأسرة، مجموعة من المشاكل اللي حنحاولوا نناقشوها اليوم. وكذلك جينا نناقشوا المرسوم الصادر عن الوزارة المعنية بالقطاع، واللي جا ما جاش من واحد المقاربة التشاركية من أجل يعني التفعيل أو من أجل يعني الناس ديال القطاع ما كانش عندهم واحد اليد او واحد التشاور معاهم باش انهم يدليو بالدلو ديالهم في هذا المرسوم. دونك حنا اليوم هنايا باش نناقشوا هذه الثغرات اللي كاينه في المرسوم، ونعطيو توصيات ونعطيو اقتراحات، ونحاولوا اننا نوقفوا او نطالبوا اننا نوقفوا مسلسل المرسوم او مشروع المرسوم في يعني الوقت اللي ياخذوا بعين الاعتبار الملاحظات ديالنا والتوصيات ديالنا، لانه حنا هما الفاعلين في القطاع، وحنا اللي محتكين بالقطاع، وحنا اللي كنعانيو في القطاع. دونك هذا هو بصفه عامه الموضوع ديال هذه الندوه الصحفيه. السلام عليكم، معكم اسماء سلامي رئيسه الجمعيه المهنيه للعاملين والعاملات الاجتماعيين جهه دار بيضاء سطات. اليوم كنتشرف بالحضور ديالي في هذه الندوه الصحفيه اللي هي غيتم ان شاء الله فيها مناقشه القانون 45/18، وبالاخص القانون اللي تطبق هذا القانون هو القانون 22/2002/604 اللي هو قانون اللي صدرته الوزاره الوصيه على هذه المهن، اللي صدرته يعني بغير مقاربه تشاركيه مع العاملين في القطاع في العمل الاجتماعي. اللي غنسلط عليه الدور هو دور المربيات الاخص
المتخصصين ودور مرافقات الحياة المدرسية، وكذلك واحد الدور اللي هو مهم اللي كيقوموا به هاد المربيات أو المرافقات اللي هو مربيات ديال ليديكاتريس أدوميسيل، يعني اللي كيشتغلوا مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المنازل. احنا كنعرفوا مرافقة الحياة المدرسية هو الدور ديالها كيكون في المدرسة. أول مشكل كتلاقيه مرافقة الحياة المدرسية هو أن دورها في ديك المؤسسة التعليمية مبهم، يعني ما غير معروف، وكذلك كيبقى دورها يعني لما قلناش في جول المدارس، يعني في بعض المدارس كيبقى غير مرحب به. زائد التغطية الصحية اللي كنعانيو منها، يعني أنا بحكم أنني الآن دابا رئيسة ديال الجمعية المهنية، ولكن عملت كمرافقة الحياة المدرسية، عملت كمربية متخصصة، عملت كمشرفة في الجمعية، كاين مجموعة المشاكل اللي من ضمنها التغطية الصحية، اللي من ضمنها التأخر في الأجرة عند الجمعيات، يعني مربيات ما كيتخلصوش على 6 شهور وثلاث شهور وتسع شهور، يعني حتى الدعم حتى كيخرج الدعم، هادو من أهم مشاكل. وكاين مربيات اللي كتعول الأسر ديالها، كاين مربيات اللي هي مريضة وما عندهاش تغطية صحية، زائد المشاكل اللي كتحدث في المدارس كالحوادث اللي كتحدث المرافقات الحياة المدرسية، ما عندهاش تغطية صحية، يعني الأسر هي اللي كتكلف بذاك المصاريف كلها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.